أشهد الله أني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يبارك. والله سعيد، ما تعرفش سعادتي قد إيه إن أنا سمعت صوتك والله. الله يسعدني وإياك بالطاعة والإيمان. ربنا يبارك لنا فيك يا رب. وإياكم، تفضل. معلش سؤال بس استحملني. اتفضل. حضرتك الله يكرمك، حضرتك أنا شغال في محافظة ومتجوز في محافظة يعني. فالمهم بروح يعني الخميس بالليل وأمشي السبت الصبح، هو يوم واحد بيقعدوا معايا يعني. فقدمت في الاسكان دوت ولسه ما جاتش، بس انا لحد هسمع راي حضرتك يعني. هل انا كده مضطر ان انا اخده؟ الاسكان حضرتك عارف الايجار عامل ازاي وال والشيرة برضه عامل ازاي، وبعدين الموضوع مطول يعني، بلدنا احنا ما فيهاش شغل خالص. فانت ايه راي حضرتك؟ الو، عقود الاسكان التي تتكلم عنها فيها بنود ربوية، إذا قرأتها ستجد الربا واضحا. فمثل هذا لا يجوز إلا عند الاضطرار، وكل نقدر ضرورتها، ولست أرى في حالك ضرورة والله أعلم. شكرا.